واحد اثنين ثلاثة. الخير ها شايوة موافقين؟ فين الشراكة؟ فين التعلم؟ ده أنا جيت دلوقتي من ساعة حفظت شوية. المفروض الذي يعمل في مؤسسة لابد أن يؤمن برسالتها ورؤيتها. ما يبقاش حافظ بس كده. خاصة إحنا بنتكلم عن عمل إنساني. لأن العمل الإنساني ملك المجتمع. الذي يعمل طيب عناية. أنا برحب بنفسي، أنا أصلي مؤسس زراف ومؤسس دعيد ومؤسس قطر الخلية ومؤسس الهلال الأحمر ومؤسس الأصبخ ومؤسس المنتاني ها وفي الشيخ جاسم والشيخ كل حاجة بقى. كل حاجة أي حاجة قول بحبك قول عرفتك مسموح له أنا خلاص خدت الإجازة. لا ما نسوش حبك بدون إيه بدون مزيكا. طيب جزاكم الله خير. يبقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن لابد أن نؤمن بالرسالة والرؤية. ده حتى في الشركات التجارية بيحفظوها لنا وبيسألونا فيها وبيعلمونا، يعني كلمة تعلم وشراكة في منتهى الأهمية. الخير كلمة فضفاضة، لكن التعلم هو المحور الأساسي لبناء الشراكات. المؤسسة المعلمة المتعلمة التي يعلم فيها الصغير الكبير ويعلم فيها الكبير الصغير. تبقى ماشية كده، خليه نحت من فوق لتحت ومن تحت لفوق. فلا بد واحنا بنعمل في مؤسسة خيرية أن نؤمن بالسلام. العمل في المؤسسة الخيرية مش وظيفة. كان في نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المؤسسات في بريطانيا، فقلت له بالإنجليزي مش كده؟ إنجليزي ها؟ قلت له أنت طلبت وباني المجتمعات التي تنشئ النهضات. واضحين المسؤولين عندنا قد ايه؟ ان عرض الامانه على السماوات والارض ها والجبال فابينا رفضوا. بقى قال يا عم دي امانه، الجبل بيكلم جبل فبيقول للجبل الثاني دي امانه مش عايزها ثقيله، فحملها الانسان انه كان ايه؟ ظلم نفسه بجهله. يبقى كلمه التعلم في رساله المؤسسه مهمه جدا. تبقى الجبال أن يعلموا قيمة المسؤولية أن يحملوها. فالكلمة الموجودة عندنا تعلم مشتركة بالذاتي في منتهى الأهمية. لأن الجهل يوصل الناس أو الشعوب إلى ما هي فيه الآن. أما العلم يجعلنا صناع حضارات وبناء نهضات. واضح؟ يبقى عندنا ست نقط أساسية في رسالة مؤسستنا والرؤية بتاعتها. ان لابد تحقق الرؤيه. يعني ايه رياده؟ مين يقدر يقول يعني ايه رياده؟ والفرق بين الرياده والقياده؟ ما الفرق بين الرياده والقياده؟ انا بقى كده واقع من الافه مش محتاجين حاجه انت ولا حاجه. ماشي كده رايح ورايح كده جاي، مفيش حته لحمه حته كفته. لا ما بطني بطك شيء، لا انا بهزر معاك. رياده وقياده. اتفضل. شكرا. موافقين؟ لا بمزح معاكم. موافقين؟ عندكم تعريف تاني للرياده والقياده؟ يا شباب انتوا اهل علم. لان محور من ست محاور الرساله هي التعلم.
والتعلم هو بذل الجهد للحصول على المعلومة. بذل يعني تعلم، بتبذل جهد. عشان كده كانوا العلماء زمان يمشوا من المغرب يقول بغداد عشان حديث وحديثين، او يستمعوا عشان يقعوا كل هذه الاحداث، يعني يمشي مشي على رجليه بالطياره بقى والواي فاي والحاجات دي كلها، ويفضل قدام العالم باب العالم لمده شهر. لما كانوا مانعين سيدنا الامام احمد بن حنبل الخروج، واحد احد العلماء دخل عليه قال مش حال عشان ايه؟ يقول انا جاي اشحن. ودخل وخد منه الحديث ومشي. قد ايه مشي؟ لايام واسابيع عشان يتعلم. واحنا العلم بيجي لنا دلوقتي بالمعلقه وبالحله والبيت وكل حته وبنعرف نتعلم. يبقى الرياضه والقياده لابد ان نكون رواد، نقود المجتمع. انا لن اسمح لنفسي ان انا اجي هنا في المؤسسات الخيريه ربنا حباها ان الله عباده يختصهم بايه؟ بقضاء حوائج الناس. يعني هو اختصكم انتم، يعني ربنا اختار كل واحد في الغرفه دي. خلاص انا محمد وعلي ومحمود وفي نساء من اخواتنا كذا حسنيه وعليه وفاطمه الى اخره، بقضاء حوائج الناس. يعني ربنا شاور على كل واحد فيكم دنيا واخره. العمل الانساني دنيا واخره، مش دنيا بس. حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم، انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. واضح؟ فحذاري ان ناخذ العمل الانساني كوظيفه فقط. حذاري، لاننا نتعامل مع ارواح وافئده ومتطلعات وامانه والام ومعاناه وصبر وجلد. العمل الانساني ما هوش وظيفه. العمل الانساني ما هوش كيس صحيح بس وكيس رز وجوز جزمه ولبس. لا، العمل الانساني فيه روح ورساله ونهضه وبناء وصبر ومعاناه على العاملين، مش على الفقراء، على العاملين الذي يستطيع ان يصبر ويتحمل يفشل في العمل الانساني، الذي يستطيع ان يضحي من اجل الفقراء يفشل في العمل الانساني. فلذلك حينما نمتهن هذه المهنه الذي اختصنا الله بها، ان لله عبادا اختارهم كده بعد الانبياء والرسل، انتم من المصلحين. حببهم، حببكم انتم الى الخير، تحب الخير، ما بتنامش الا الخير ده في حضنك وفي مخك وفي فكرك وفي قولك وفي عينيك وفي ودانك الى اخره. انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. فلذلك انتم رسل الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ورسل الرسل، وانتم مصلحون اجتماعيون في نفس الوقت. العمل الانساني في بناء وفي رساله في تواضع. مش صوره ابدا، عمر ما كان صوره، وعمر ما كانش حاجه جمعيه، وعمر ما كان سباق انا الاول وانت الثاني. لا، كل ما ينفع. العمل الانساني بناء مجتمع. والذي يملك العمل الانساني من هو؟ من الذي يملك العمل الانساني؟ من الذي يملك العمل الانساني؟ يلا يا شباب. الانسان جزاكم الله خير. من الذي يملك العمل الانساني؟ الله. من الذي يملك العمل الانساني؟ من لديه الصبر وجلد ومعاناه وصبر على الالعاب. الذي يملك المالك، يعني اللي بيديني مرتبي مين؟ الفقير. طبعا الله ده المرجعيه الاساسيه، لان انا اقف من اجل الفقير واقف من اجل اللاجئ والنازع واقف من اجل المغتصبه واقف من اجل اليتيم والارمله واقف من دي كلمه سيدنا مين؟ عمر بن عبد العزيز لما دخل وولي الخلافه لم تكن شرفا له، فاعتزل ثلاث ايام يبكي، فخرج على زوجته قال له يا زوج انت بقى يعني بقيت خليفه المسلمين وكذا وكذا وكذا، فرحانه بقى الست. انا قلت رئيس جمهوريه، انا قلت رئيس وزراء. قال لها ويحك يا امراه، ايه بتتكلمي ده؟ لقد وليت امر هذه الامه ما وليت، وتفكرت في الفقير الجائع
والمريض الضائع واليتيم المقهور والأرملة الوحيدة والشيخ الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم إلى آخره إلى آخره. تفكر في الأمة، تفكر في ضعفاء الأمة لأنه مسؤول عنه، وأنت تابع لعمر بن عبد العزيز في هذه الرسالة. فقير الأرملة هم ذو الملك المؤسسة، هم ذو اللي هيحاسبونا في الآخرة قبل ما يتحاسب في الدنيا. قد تحاسبك المدير المؤسسة في الدنيا لأن كل في كفاءة في العمل، لكن الذي ساقف أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله عمر. فتفكرت في موقفي بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله، ها؟ فلم أستطع أن أجد لي حجة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه كان متخيل موقف المسؤولية، إن الرسول اللي بيقول أمتي 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 اللي فيها الفقير والمسكين والأرملة والشهيد يخفى من الله سبحانه وتعالى جمع أمته، ويسأل عمر بن عبد العزيز ماذا فعلت؟ أنت كعمر بن عبد العزيز، وأنت كعمر بن عبد العزيز في المسؤولية الذي نحن مساءلين أمامه ويسائلنا، والفقير لأن الغني بيدي الأموال المؤسسة من أجل الفقراء ليس من أجلي أنا. الزكاة بتطلع على الفقراء، إحنا وسيلة، نحن ما نحن إلا وسيلة ولسنا غاية. الغاية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من خلال إرضاء الفقراء والمساكين والتواضع وخفض الجناح والتذلل إلى الفقراء والمساكين ومعايشتهم معاناتهم، معايشتهم المعاناة. لما الواحد يقعد كده جنب طفل ما عندوش جوز جاز ملابسها، أو ما عندوش شيء وهو في لبنان الأطفال السوريين وهو بيموت من التلج، ده فروض عايز واحد هنا في قطر ازاي النعمة اللي ربنا اديها لي سبحانه وتعالى، وأنا بأنادي بحق هذا الفقير لكن لا أقوم بهذا الحق. إقامة الحقوق غير المناداة بالحقوق. نعيش المعاناة، نعيش ازاي اللي هعيش في خيمة أنا وزوجتي أو أنا وأطفالي كامرأة كيتيم وأرملة، أعيش ازاي المعاناة لما لا يتف يعول أسرة من خمس أو ستة أشخاص وهو عنده 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة، معاناة لا معيشة. نعم الإنسان معايش للمعاناة لكي أستطيع أن أبدع في تخفيف هذه المعاناة، ها؟ لأن أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الذي اختصني بهذا العمل. نحن مختصون بالقيام بهذا العمل، فلا بد ان نعيش معاناة هذه الشعوب لاننا مسائلون عنهم في وظيفتنا امام الله سبحانه وتعالى. ده بعد معاني العمل الانساني كمقدمه، مش كده؟ لسه بقى بعد المقدمه اللي كايزر في بين ستارتر، في بعد كده اكل بقى نزل وجبه كبيره. تحديات، اهم تحدي عندنا قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. أنا مش بروح أشتغل عهناك زي ما قلت في الأول، كيف أصنع من نفسي خادما للمجتمع؟ ده أهم شيء في اختيار عمال وتدريب عمال الإغاثة والعمل الإنساني. أنا بأجد وظائف فيها وصف وظيفي إلى آخره، لكن روحي تتعدى الوصف الوظيفي لأن أنا أعيش الرسالة، ها؟ والمهمة، ها؟ والغاية من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. من أهم التحديات الداخلية البناء الهيكلي والصلاحيات لكل موظف. لو أنت عايز تطلق ملكات الموظفين مهم جدا. من أهم التحديات اللي بتواجهنا اللي هي القوانين والسياسات الداخليه وكيف ننفذها وتكون معيقه لنا. انا احاول بس اقول اقلام عشان اترك المجال مفتوح. من اهم التحديات لنا الشفافيه الماليه، وهي حاليا القاتله التي تجعل عليكم السلام التي تجعل
من الآخرين لهم الحق في إغلاق مؤسستنا. الشفافية المالية، حذاري والشفافية المالية. من أهم التحديات صفحات الفيسبوك بتاعتنا وماذا نكتب عليها كأفراد. من حق المؤسسة تقول لك إنك رسالتك إنسانية فقط، ليس لك موقف سياسي معين مع فلان أو فلان، إننا نحاسب عن موقفنا السياسي فنضر المؤسسة بتاعتنا. ما نكتبه على تويتر ونحسبه أنه عمل، لا، أنا رجل إنساني. فكل معايير كلامي على صفحة الفيسبوك، أعطيكم مثلا دلوقتي، شاب من الشباب كان مسافر القدس من شهر تقريبا مع أعضاء برلمان وكذا وكذا وكذا، وداخل بقى مع 5-6 أعضاء برلمان من بريطانيا، فقفوا في المطار قالوا تعالى مش هتخش ليه ومش عارف ايه ده كويس وبتاع، قالوا تعالى. قام فاتح له ايه الكمبيوتر كده، قال لي صفحة مين دي؟ قال له صفحتي. قال له انت كاتب ايه هنا؟ جاب له كل اللي كتبه، قال له انا بحترمك وهرجعك. طبعا كان باسبوره من بريطانيا، بحترمك وبرجعك. وده يدور المؤسسه، لان خلاص الضابط في المطار ده يحط علامه استفهام عن المؤسسه دي، فترجع للايه؟ للدوائر الداخليه والخارجيه الاستخباراتيه، فيعلم عن المؤسسه ودي ايه يعملوا مونيتورنج. خدت بالكم؟ انا اول مره جالنا، بس عشان اقول لكم ازاي المؤسسات بتراقب. حصل فيضان السودان في 89، خلاص مستوى، واتصلنا كان في طيارات الوزارة الخارجية وزارة الدفاع البريطانية عاملاها، فاتصلت بالوزارة واحدة متطوعة كده، قالت لي يا دكتور هاني، قلت لها نعم، قالت لي عايزين نبقى لنا طيارة ولنا سفينة، واحدة كان مديرتها مش 200,000 جنيه، كانت بتحلم، أهلا بيك يا حبيبي أنا، خد بالك؟ قمت أنا أكلم وزارة الدفاع، كانت هتخلص 2003 كان في لقاء لي مع وزير، بقيت رجع اقعد معاه، قلت له ايه اللي حصل؟ قلت له لقوا شاب صغير في المطار بيقول ان انا كنت متطوع في الدراسه وانا معايا ده ومعايا سلاح. قلت له الامن اتصل بيك؟ قلت له مش اتصل بيك. قال لي معقوله؟ قلت له معقوله. خلاص سكت. اصبحت العمليه مش حقيقيه. قلت له بس في حاجه عايز اقولها لك. قلت له ايه؟ قلت له ان 14 سنه وانا حجم المؤسسه 200,000 جنيه او 300,000 جنيه. سمعوك بتتكلم وكلامك ما عجبهمش من 14 سنه. انا قعدت ادور في الملف عمل ايه؟ جبت كل المصايف اللي حصلت في العالم من بنجلاديش لافغانستان للبوسنه لكذا لكذا، لقيتها السودان، بين السودانيين دي. انا بسم الله ما شاء الله طلعوا لكم مصايب من دلوقتي وفي كل حته. يقول لنا خير معاكم. فلقيت ان مكالمتي عشان الطياره دي رومين دول. ربين طياره وكذا. فمعنى كده ايه؟ مش مهم حجمك. لكن المهم انك اصبحت انت ايه؟ رقم. من حق الدوله انك رقم، من حقها. عشان ما نخدعش نفسنا، لا، من حقها. لانها بتحاول تعمل امن الداخلي والامن الخارجي، لكن من حق الدوله عليا انك تلاقيني ان انا بحقق معايير الرساله اللي انا اتكلمت عنها. انا هعمل الاغاثه هشتغل الاغاثه. انا هعمل التنميه هشتغل التنميه. انا هعمل التعليم هشتغل التعليم. انا هعمل كذا، يبقى انا ملتزم بمعايير الرساله التي اعلنتها وخدت على اساسها التصريح العمل. لكن مش هاخد تصريح على شيء ومعامل شيء تاني. الشطارة ما تنفعش. لأنهم عندهم مؤسسات كبيرة تلاحظ كل شيء، ودلوقتي أصبح الموقع بس حذاري من الفيسبوك والتويتر وإيه الإنستجرام أنا بسميه انستياجرام. مش كده برضك؟ انستياجرام. وصلت؟ طب ما تضحكش ليه؟ مش تضحكوا بقى؟ الحاجات دي كلها الموضوع بتاع في المطار دي مهمه جدا. قال انت بتعرف صورتك ايه؟ هو دي اسمك؟ هو دي كده؟ قلت كذا وكذا وكذا، وانا احتراما ليك هقول لك ارجع مش هدخلك لان انا رجل امن. الان في وزاره خارجيه اماراتيه مستقبل كلامك، يعني وزاره خارجيه اماراتيه في كتاب
كتاب وزع ذلك على وسائل التواصل، لأنه الحكومة الأمريكية لها الحق تفتيش جوال أي شخص يقدم إليها، وإذا وجدت أي مقاطع مخالفة للقانون الأمريكي لها الحق لاتخاذ الإجراءات الأمنية. جزاكم الله خير، فكرتني بفتح حول هذا الدولة. مكافحة الإرهاب وقوانينه، أنا مرة كنت راجع من في الدوحة أو حاجة أو في الدوحة حاجة زي كده، وفي المطار قبل العيال المريض عندنا هناك في بريطانيا، داخل المطار في واحدة ضابط يعني ست وقفتني، شكلي ما عجبهاش، قالت لها الباسبور كل الأشياء اللي أنا أقولها يا بنتي ده كذا مفيش فايدة. واحدة كلمت واحدة كلمت واحدة كلمت واحدة، في الآخر قلت بستنى كده، ودخلت على أوضة ده بريطانيا، ودخلت على أوضة وقعدت مستني، فجالي المسؤول مكافحة الإرهاب قبل ما يقعد معايا بالظبط وراني الورقة دي، قال لي أنا من حقي دي قواعد قوانين مكافحة الإرهاب، من حقي إن أنا آخد اللاب توب بتاعك والأيباد بتاعك والتليفون بتاعك وآخده وتنزل كل الداتا اللي عليه، ده أصبح قانون دلوقتي، قد نقول إحنا مش عارفينه، وقول إزاي في قانون شاركت أنت في عمله وما شاركتش في عمله إزاي يا بنت جزاكم الله خير. يعني الامارات قالت له كده انه اصبح قانون. فلذلك فعمال الانسانيين لابد ان يعرفوا ان رسالتهم انسانيه. قد يكون ده توصيه للاخوه في الهيئه ان هو مؤسسه انهم يعملوا معايير لكيف نستعمل السوشيال ميديا والاعلام. يعني مثلا في الامم المتحده يقول لك ممنوع تنزل مظاهره، ممنوع تقول كذا 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 كذا، كل العمليه. وأصبحت سياسة مؤسسة. دي من التحديات الداخلية. من التحديات الداخلية أيضا طريقة اختيار العمال والموظفين. أنا بختاره عشان صاحبي ولا قريبي ولا من جماعتي ولا من حزبي ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا تحدي. أنا أختار الأكثر، أكثر الأكثر كفاءة. من التحديات الداخلية الإدارات العليا. وكيف تدير المؤسسه نفسها، كفاءه المدراء. وفرق ان انا اجيب واحد مدير ما يفهمش كوعه، مش اللي بيقولوا في حد جاي من هنا كوعه منظوره انت جاي من هنا كوعه منظوره، وعشان بس لا ما ينفعش، لان انا بتعامل في مئات الملايين من الريالات او من الدولارات، وانا مؤتمن على هذه الاموال، وهكذا مجالس الادارات وحاجات دي كلها الى اخره الى اخره. التحديات الخارجيه اول حاجه فيها اللي احنا عايشين فيها دلوقتي كلها اسمها اسلاموفوبيا. ومع الاسلاموفوبيا قوانين محاربه الارهاب اللي اتكلمنا عنها. مع كل ما تتداخل فيه من قواطع. بالك ان انا بعمل شيء انا هنفذه. الشفافيه والحياديه. هي دي معناها ايه؟ معناها احنا جاي بنشتغل في السودان كنا شغالين في الشمال ومناطق الصراعات، فحبينا نشتغل في الجنوب، ساعة الحرب كانت لسه ما وقفتش في 2003، فقلنا حكومة الشمال احنا نشتغل في الجنوب، قالوا اشتغلوا عشان نفصل الجانبين، فنزلنا اشتغلنا في الجنوب واشتغلنا في الشمال والجنوب على مناطق الصراعات دي كلها، في الشفافية في العمل والعمل بحيادية على الجانبين. دي كلها تحديات من التحديات الخارجيه ان ننفتح على المجتمع الخارجي. سواء كان مجتمع بلدنا كقطر فتح على كل طرف المجتمع بكل اطيافه. بكل اطيافه الثقافيه واطيافه الفقهيه واطيافه الدينيه ننفتح لانها مؤسسه انسانيه تستوعب الجميع لانها تخدم الانسان. سواء كان الانسان ده مسلم او مسيحي او الى اخره. كيف ننفتح؟ ادي المثل ان احنا بدا الانفتاح في الاغاثه الاسلاميه عملناها من اوائل التسعينات. من اوائل التسعينات. عشان كده لما جت حرب البوسنه كنا بنشتغل مع الامم المتحده وغيره وبدا هم حتى يدعمونا في 92 و93 الحرب مع مصر لمشاريع للكروات والبوسنويين. يعني شافوك. فبداوا ينفتحوا عليك. ده من التحديات الخارجيه ايضا. كيف نبني الشراكات؟ عمر الشراكه ما كانت ان انا اديله مليون دولار واخسر معاه صوره. الشراكه هات وخد. لو انا اديتك النهارده انت تديني بكره. وهكذا. شراكه تحمل مسؤوليه مشتركه. نبني الجذور بينها وبين بعضنا.
الشراكه بتبنيها بعد ما تعرف الناس على نفسك بسنه واثنين وثلاثه وخمسه. يعني لما جه حصل في مؤسسه كاثوليكيه اسمها كاخوت في بريطانيا، انا قابلت رئيسهم في سنه 98 او 99 في مدينه اسمها جيس هيد جنب نيوكاسل في الشمال. فهو قعد في الجلسه كده بيقول انا الوحيد اللي في الغرفه اللي رحت البانيا، محدش فيكم راح. قلت له قلت له كده تروح سنه كام؟ هي 93. قلت له بس انا كنت هناك سنه 91. فبص لي كده تعالى، قلت له انت رحت بقى، انا رحت قبل، ايه المشكله؟ خد بالك فانا عايز اقول جه غرضي راجل محترم جدا. بعد ما نتكلم عايز هنعمل معاك شراكه، بس قبل ما يزورني سال عليا وسال عن الناس. انت تفتكر الناس بيزوروك كده ومستنيين عنك؟ لا، ده بيعملوا بحث، بحث تفصيلي عن شخصيه الرئيس وشخصيه المدراء ورساله واداء المؤسسه والانطباع المجتمع عن المؤسسه. فجاء قعد معايا برنامج ساعتين ثلاثه نتكلم على عايزين نعمل شراكه مع بعض ونبدا. بدانا نبني الشراكه في سنتين. منطقه من المنطقه اللي احنا ما اشتغلناش فيها كشركاء اللي هي السودان، عشان كان حرب ما بين الشمال والجنوب وكان مصبوغه بالصبغه الدينيه، لكن اشتغلنا بعد كده. كان اول شيء احنا خدناه منهم في بعد كده لما حصل الحرب في افغانستان سنه 2001. شوفوا خدنا ثلاث اربع سنين كان نقعد نحدد معايير الشراكه، مش ورقه كده بنديها وناخد في التلفزيون كده صوره وهي، لا، انها مسؤوليه. وكان يجي يقول لي بعض الكنائس مش راضي على اللي انا بعمله، وانا اقول له بعض المساجد مش راضي على اللي انا بعمله. لما جربنا مع بعض في اعلان كده يقول لي انا بيجي لي يعني متشددين في الكنيسه يقولوا كذا 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 كذا، وانا اقول له برضك بيجي لي ناس بيقولوا ان انا متفسخ برضك لغه عربيه، متفسخ مش كده؟ واخد بالك؟ يعني يقول لي خلاص انت خرجت من دينك، واخد بالك؟ الى اخره. ده كان في الفتره بتاعت التسعينات والاول. فبدانا الشراكه دي في مجالسهم بيحموك، الشراكه معناها نحميك. لما جه 2001 كان هو احد الناس اللي في المجالس الخاصه المقفوله بيتكلم كلام ايجابي عنك. لانه سافر معاك، كلمك، عمل كذا كذا، ده الشراكه معاها كده. عمر الشراكه مع مؤسسه انها في جو هذا بيعملوا دلوقتي اليومين دول اسمه ليتر اوف انتنت. يعني ليتر اوف انتنت معناها ايه؟ معناها ايه؟ طب انا 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 يعني نوايانا حسنه مع بعض. لكن الشراكه معناها ميموراندم اوف اندرستاندنج، مذكرة تفاهم وتعاون. ومن احسن الشخصيات المحترمة جدا اللي مضى الاوراق دي قبل ما يمشي من برنامج الغذاء العالمي، كان هو رئيس برنامج الغذاء العالمي سنة ايه؟ 96 او 97. لازم امضيها، ومضاها في المركز الاسلامي. كان امريكي، هو مسيحي ملتزم يعني، مضاها في المركز الاسلامي في لندن. كان في ساعتها معرض القادة وجه، عملنا لها احتفال مع دكتور دبيان وقعد وقال لي مش الشهر كان ماضي، انه امن بقيمه ورساله ورؤيه المؤسسه. نتمنى ان يكون مؤسساتنا هنا في قطر وفي الخليج كله وفي الاماكن دي تدفع لهذه الشراكه التكامليه. ها؟ مش اللي هي الاحتفاليه. ايش المشاريع اللي ممكن تكون شراكه معاهم؟ هو طبعا قبل ما نعمل شراكه معاك يا اخ منصور بيدرسك من الداخل للخارج. احنا في منتصف التسعينات حاولنا نجيب فلوس من الاتحاد الاوروبي، فجبنا مستشار. كنا محددين بالظبط احنا عايزين منه ايه. قال اول حاجه تدوها لي مين هو المدير التنفيذي. ليه؟ علشان اشوف من هو صاحب القرار، هل عنده اهليه ام لا. اول شيء بيبص على الاداره التنفيذيه، هل الاداره التنفيذيه دي لها اهليه وحرفيه ومهنيه على اتخاذ القرار؟ هتجيب مليون او خمسه او 10 او 20 فلوسهم كده، فلوس الدول. فلما الاقي عين البنا ده راجل طيب وكويس بس ما يعرفش، لما يقول اليمن يقوع موضوعه عمره ما هي ايه؟ هيديك حاجه. فده ده كان اول حاجه، اول فهمنا ازاي تبني الشركه. بيسال عنك، بيشوف رسالتك بتوازي ما تقول ولا لا. يعني احنا نسجل المكتب في كندا سنة 2004 أو 2005، كان عندنا محامي غالي جدا هناك، أغلى محامي، هو متخصص في الحاجات دي. فأنا اديت له المشاريع بقى والصور بتاعت المشاريع وأفريقيا وآسيا والسودان وبنجلاديش وكذا. بس أنا كده سكت.
كان معايا ملف ثاني بقى. ملف ثاني مع مين؟ مع الملكة، مع الأمير، مع الأمير الحسن، مع سوزان مبارك، مع مش عارف مين، مع مين، مع مين، مع مين، مع مين، مع مين، مع مين. قال لي هو ده اللي أنا عايزه. قلت له ليه؟ قال لي عشان الناس تعرف مين اللي بيسلم عليك، أو مين اللي بيسمع لك تخش مكتبه. يبقى أنت معاه أنت إيه؟ أنت فلتر. ها؟ أمنية. هو ده اللي أنا عايزه. لما الاقي ان الدوائر اللي حوالين المسؤولين فتحتك مع الملك الحق الملك عبد الله حاليا الملك عبد الله الثاني ده كذا وكذا 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 مع بعض الامراء زي الامير سمو الامير التركي الفيصل الى اخره رئيس مناطق بالميه بقر جاموس طرفان اطفال بتعيط لكن مش اي حد من دول بيقعد مع التشكيله دي كلها. ولما لقيت التشكيله دي من جنوب السودان اعضاء الحركه واخبارك او من شمال السودان مع الرئيس البشير او الدكتور مصطفى عثمان او الى اخره وماشيه بقى امين عام للامم المتحده الامين عام للجامعه العربيه الى اخره فده اللي بيديك الوزن السياسي والامن اللي بيخليه بعد كده يقعد معاك فانت بتبنيها اخ منصور بتبني لانه كانت عندك على إدارة العلاقات الخارجية تبتدي تحضر المؤتمر. يعني أنا أديكم مثلا ما بتحدي أنا مثلا مش عارف أطول الكلام عشان عارف أنتم تسألوا هنحقق بعدين. لما بدأنا نفتح على الخارج أنا ما كنت بسافر في منتصف التسعينات كنت بسافر مستمع فقط عشان أتعلم ماذا يقولون مش بس كده وأتعلم إيه المصطلحات بتاع النقاش وأتعلم فلسفة اللغة بتاع النقاش قبل ما ابتدي ادي اراها، عندي نستمع، ناس بيشتغلوا في المجال ده بقى لهم 50 سنه و100 سنه و70 سنه وانا لسه داخل على طول، مش معقول انا جاي من على طول افتي، ما ينفعش وما اعتزلهمش كذلك، فبناء الشراكات والانفتاح هي مسيره ومنظومه بتاخد سنوات وهي بتحمي المؤسسات من الداخل والخارج. انا بس هتوقف ها؟ علشان اسمح لكم مش اسمح لكم استغفر الله العظيم يعني اعطي الفرصه لكم جميعا انكم تسالوا ما شاء لكم ان تسالوا اي شيء اسالوا ما شاء لكم ان تسالوا ما فيش سقف او اسمها يعني او حرج في السؤال في سقف او حرج في السؤال فتفضلوا زاد فضلكم فين الميكروفون انا مش شايف أنا شباب مين عايز يسألك سؤال سخن؟ عندي سؤال سؤال سخن بس انت سخن قوي انت هبردك شوية الأخ ياما هحكي لك بعدين راح فين ده مستنيك ده مستنيك والله يا أخوك عمي الدكتور هاني البنا هذه المعلومات عليها هذا الصباح إن الله خير. فيما يتعلق بالجمعيات هل من الحكمة إبراز كل مناشط وأهداف كمشاريع وحجم التمويل المالي للجمعيات في ظل التحدي الذي نواجهه خاصة في الأول الأخيرة؟ وطبعا جزء من الشفافية أن معرفة المجتمع لما تصل كله ده الأصل كده حاليا في ترصد لبعض الجمعيات في ترصد لبعض الدول اللي هي سامحه بالعمل الانساني مديله حريه كبيره فما بين المعياريه الشفافيه اللي عندك اللي انت بتقدمها للحكومه واللي انت بتقدمها للمسؤولين واللي انت بتقدمها للمتبرعين وما بين الاحتفاليه يعني مثلا هديك مثلا انت وصلت لنص مليون يتيم خلاص عندك نص مليون يتيم لكن بتعمل احتفاليه بقى وكبيره وبتاع ده بتجد عيون الحاقدين وعيون كذا وعيون كذا لكن انا ما حد يسالني ايوه انا عندي نص مليون يتيم انا عندي ربع مليون يتيم انا عندي كذا 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 فما بين شفافيه في المعلومه اللي يعرفها المجتمع وخاصه الحكومات ها
وبين الاحتفاليه الكبيره اللي بتجعل من هم يكيلون لك ان هم ايه يدبرون لك امور سيئه. فحضرتك صحفي كتير جدا من الصحفيين المقبولين هنا وهناك في اي حته في العالم اذا مش عايزين بيكرهوا العمل الخيري او بيكرهوا شخصيه معينه في العمل الخيري او كذا او كذا او كذا او كذا. مجرد ما ترد على المقاله السيئه تبتدي بقى ايه يبص للناحيه اللي هي زي ما بتقول نقطه في مخيط يكبرها. فانت تتعامل بحكمه ما بين الاثنين. ايوه انا مسؤول يمكن عندي معيشه فيها كذا 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 بس انا بتكلم عن احتفاليه. قد نأجل الاحتفالية ولا ما نعملهاش لأن المناخ لا يسمح دلوقتي. بلاش اتفضل يا حضرتك. احتفالية لكن الشبابية قاعدة. هو من ضمن من التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع في علاج الحميمية هو أنا استغلها فرصة للسؤال في تخصص الحميم. من أهم التحديات التي تواجه العمل الخيري تحديات الإعلامية، وأنا سألخص الكلام في عدة نقاط قصيرة. النقطة الأولى هي أخلاقيات الصورة في العمل الخيري. الصورة هي فوتو. أخلاقيات الصورة فوتو أو فيديو. يعني أنت في عمل إنساني مضطر أن أنت تأتي بصور إلى المتابعين كي تقول لهم أنني أعمل على أرض الواقع. في نفس الوقت تقابل تحدي إنساني صعب أن تصور أناسا في أحوال أخلاقيات تجهيز الصورة والمعادلة الصعبة التي يواجهها الإعلام الذي يعمل في العمل الخيري. ثانيا حضرتك قلت أنك عندما تقدم نفسك بتبحث عن الصور الرسمية التي تؤمنك سياسيا وأمنيا، وهذا طبعا يتطلب وجود أرشيف قوي في المؤسسة التي تعمل بها منظم. ولكن هذا يجعل المؤسسة مرتبطة أكثر بأشخاص. إذا ذهب خرجت هذه الصورة إلى آخره. وحضرتك في إحدى المقابلات هاجمت هذه الشخصانة في العمل الخيري. بس وضع دي أنا بقول إيه إن المسؤول بيعمل علاقات فبيكون ده جزء من سياسة المؤسسة. أنا كمسؤول مشيت لكن في إدارة العلاقات فالمسؤول اللي بعدي بيحافظ على العلاقات. أنا مش بعمل علاقات دي لنفسي. بعدك أنا أديك مثلا أنا كرئيس المؤسسة وظيفتي مش إدارية. فرق بين المدير التنفيذي والرئيس اللي هو السي او والبريزدنت. البريزدنت ده وظيفته إن هو بيلف العالم ويرسل وينشر رسالة المؤسسة ويحضر المؤتمرات ويجيب الصور اللي بتتكلم عنها. البريزدنت ده قعد 5 سنين أو 10 سنين ومشي فحط الصور دي كلها في الملف. يجي أنت حضرتك بعد كده بقيت بريزدنت بقيت رئيس بعد كده هو بتقوم برسالة الوظيفة بتاعتك اللي هي انك تبني الجسور والشراكات بالناس دي كلها، ما هي شخصنة. انا بقى تحاسبني على ايه؟ ان انا اقول انا الوحيد اللي هطلع من المؤسسه عشان اتصور، لا. انا عندي اداره اللي هو العلاقات الدوليه بتقول انا كرئيس مش بروح احضر كل المؤتمرات. والله مين رؤساء الادارات التانيين معايا؟ علي ومحمود وحسن ولو كان في اخت من الاخوات كذا الى اخره بيطلعوا. طيب هم بيروحوا يحضروا بتحط صورهم جنب صور الرئيس عشان ما يبقاش فيه يعني هي الشخصنه اللي بتتكلم عنها. فلما بنحولها الى نظام وسياسه اي عامل من عمال الاغاثه سواء كان مثلا مدير او نائب مدير او موظف وحضر المؤتمر هياخد الصور. قد يكون في من حظه ان هو لما كان هناك ما راحش الرئيس وانت اسمك ايه؟ منين يا حامد؟ من المغرب؟ طب ما انا من تونس. هو يكون الملك سلم على مين؟ على واحد هو اوفيسر عندكم بنسموه موظف بسيط. فصوره الاوفيسر ده هي اللي هتطلع مش صوره الرئيس لان الرئيس ما كانش حاطط ده. فانت لما تعمل سياسه بحضور المؤتمر وسياسه لالقاء الكلمات في المؤتمر من المتخصصين فصوره الرئيس هتكون هي احد الصور وليس كل الصور. واضح الصورة. بس النقطة الأخيرة في هذا السؤال حتى يعني آخذ الإجابة كاملة. أيوه. تكلمت عن أخلاقيات الصورة، تكلمت عن المتحدث أو الذي سيظهر أو الذي سيمثل اسم المؤسسة. النقطة الأخيرة معيار الظهور الإعلامي لأي مؤسسة خيرية، هل الكثرة مفيدة؟ يعني نرى أن الإعلامي أحيانا يحاسب
أنه لم يظهر اليوم أو لم يظهر غدا، رغم أن عدم الظهور أحياناً يكون أكثر فائدة من الظهور. ده من وجهة نظري يعني. أما بالنسبة لقيم الصورة فدي أصبحت لها سياسات حتى في المؤسسات الكبيرة، أنك أنت تحافظ على كرامة الطفل أو المرأة اللي بتاخد منك وأنت بتصورها. يعني بتفكر زمان في الثمانينات كان في حاجة اسمها صورة أوكسفام، كان في صورة حتى قديمة خالص مش عارف كانت في السودان ولا أفريقيا، واللي صورها انتحر، اللي هو لما جه اللي هو صقر أو نسر كبير. ها فاكرين الصورة دي؟ في السمار جزاك الله. فالراجل لما شاف الطفل يعني ما يعني خلاص هيموت وأمه مش جنبه، فالنسر كبير داخل يكتب، فالراجل لما خد الصورة خد هي أحسن صورة في العالم، انتحر بعد كده لأن نفسيته ما قدرتش تتحمل. فمن الصورة دي إلى الصور لما جيك وأنت إيه وأنت لابس الشعار وقول اضحك، انا مش عارف ده انا ما اتعشتش دلوقتي فافر، فانت الاخلاق لازم تضحك. تمام، مش قادر اضحك، الراجل ما بنامش والست ما نامتش والطفل مش عارف ايه كذا. فده ان انا ايه، وده يعني ان انا اعلم المنهج بتاعي، واخد بالك، اعلم المنهج بتاعي ان للصوره اخلاقيات. دي نمره واحد. اتكلمنا احنا على الشخصنه دي عشان ما تبقاش موجوده. الاخيره اللي انت قلت عليها ايه؟ الدور الاعلامي. الدور الاعلامي، ما انت شوف انا في الاول قلت لما تجيب المتخصص في كل اداره هيقدر يحدد لكل اداره سياسه. ما فيش حاجه عشوائيه كده. انا مثلا طلع في مخي امبارح شفت في المنام حاجه عايز انفذها بكره، ما ينفعش. في حاجه فكره جت لي عايز اعمل فيها مشروع مش موجود في الميزانيه ولا في الخطه، ما ينفعش. يبقى احنا كده بنتكلم في طريقه عشوائيه. عمرنا ما هنتقدم للامام، عمرنا ما هنبني مؤسسة. العشوائيات لا تبني مؤسسات. فكرة الطفل المعجزة ده، مين هنا من مصر؟ حد يجي من مصر؟ هيبقى نص القاعة من مصر. ها؟ تدفعوا ليه؟ كنتوا خايفين ليه؟ عشان اديكم نص القاعة. بندور على جنسية. لا 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 لا، تحدث في السياسة. أنا ما سمعتش. القرار العشوائي قد يصيب مرة، ده قد يضر ألف مرة. ما خاب من استشار، وما خاب من استخار. قد تكون الاستخارة مؤجلة لاتخاذ القرار، لكنها مرشدة للقرار. قد تكون فكرتي بالنسبة لي أحسن فكرة، لكن الناس اللي معايا عندهم خبرة أكثر مني. فاختيار الإعلامي، يعني مثلا أديك مثلا في منتصف السنة آخر السنة كان مدير الإدارة الإعلامية في الجامعة الإسلامية واحد مسيحي اسمه أدريان، خلاص اللي من أهم الإدارات، واخد بالك؟ يوم ما حصل 11 سبتمبر كنت أنا في الحمام وخالد بتوضأ، كل يوم بقى يعني في الحمام وخالد مش بيتوضأ، وقعدنا نتكلم مع بعض على الحنفية، كان ثلاثة مننا، أنا وهو بيقول لنا إيه؟ أنت عجبتك اللي مش بتوضأ دي؟ انا واحنا بنتكلم هو بيقول ايه المفروض احنا ايه نهدي بقى يعني. قلت له ابدا، في الوقت ده لابد تطلع علشان تدافع عن النسيج المسلم اللي في اوروبا وفي الغرب اللي انت جزء منه. انت ما عندكش حاجه بتخبيها، بتخبى ليه؟ وفعلا خدنا سياسه الانفتاح والرد على كل اعلامي، بس عملنا لنفسنا متحدث رسمي واحد فقط على مستوى العالم. يعني انا ما حدش حد يفصل حد غير لازم اسال. فالمتحدث الرسمي ده ما حدش يتكلم الا هو وليه نائب، مش كل واحد فينا يطلع يتكلم عشان بيقول ايه، دي مهمه جدا. فهو كان ادريان واحنا عملنا السياسه دي لان ادريان كان متخصص ايه في الموضوع. فساعات انت بتعلم وساعات بتوطي على حسب. مثلا في مقاله كتبت مقاله سيئه جدا صفحه كامله من 10 سنين او 15 سنه، صفحه كامله في احد الجرايد الكبيره، واخد بالك؟ فاستشارنا مستشار على طول ثاني يوم الموضوع كذا كذا، قال استنى يوم او يومين، لو ما حدش ثاني رد عليها هتموت، بالرغم انها صفحه كامله في جريده من اكبر الجرايد في بريطانيا. قال شوف ثاني يوم وثالث يوم حد كلمك، ما حدش اتصل، ما خدناهمش للقضاء. لان ساعات لما تدخل من القضاء بتزيد على النار
الحذر والايه والاخير حتى يعني حاجات بتطلع كده بتمشي ولا حد بياخد باله طب لكن لو تصاعدت صعد معاه فده بيكون ايه حرفيه الشخص اللي عندك زائد الاستشاره للناس المتخصصين حتى الاعلام اللي عندك لا يستطيع ان يكون هو المرجعيه الوحيده خاصه في 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 الامور دي كلها اتفضل اخونا وبعدين اخونا حاضر أيوة نعم 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 احنا الان ممكن كلنا نعاني من المشكله احنا نظن احنا قاعدين نتنافس ولكن في الاخير ممكن شوي نطلع من الخط وهدفنا يطلع لوجو حقنا ولا اسمنا ولا صوره احد مثلا الشخصيات في الجمعيه ونطلع عن الموضوع قد مثل مساعدات حق الايتام لكن يطلع تقرير عندنا في الجريده الاشخاص طالعين فيها يا ريت لو احنا شويه نركز على هذا الامر هدفنا إنسان خيري خدمة الإنسان بغض النظر يطلع اسم الجمعية أو لوجو هذاكم الله خير أصبح فرد عين فرد إيه؟ بلغة عربية فرد عين عين ولا عين؟ فرد عين بالكاف؟ بالكسرة؟ الحمد لله فرد عين علينا أن نقيم الشراكات أصبح فرد عين مهما عظمت هلا ثلاث مرات مهما عظمت ميزانيتك وعظم التأييد السياسي لدولتك ليك أننا لن أستطيع أن أنجز وحدي حجم المشاكل في العالم تتعدى قدرة الحكومات وقدرة الأمم المتحدة حتى على التنسيق فأصبح التنسيق والشراكة من المعروف بالدين بالضرورة ما كوش نخش نصلي بنقول ايه تكبيرة الاحلام الله اكبر مع عدم التشبيه اصبحت زي الله اكبر في الدخول للصلاة بناء اشتراكات وخاصة لو احنا بنتكلم على قدر فيها 6 أو 7 أو 8 مؤسسات فرض عين على كل مؤسسة ان تنحني للفقير فلك ولك على كده مع بعض نخطط لكيف نتعامل مع ازمة اللاجئ في سوريا او الناجح في سوريا أو الطفل في السودان أو إلى آخره. نحدد سياسة الأيتام مع بعض. الجمعيات بتكفل كم ألف يتيم، إحنا عايزين في مؤسسة الجمعيات دي تكفل الضعف ده أو أكثر. في الشفافية المالية لابد علينا أن نجلس لأن المال اللي في إيدنا مش مالنا. ولا مال المتبرع مجرد ما خرج من المتبرع للجمعية أصبح مال عام أنا مؤتمن عليه أن أنا أصرفه بشفافية وأصرفه بحرفية فلذلك حاليا مع كل ما نرى الشراكة والتنسيق أصبحوا فرض عين وأصبحوا من المعلوم اللي الأمم المتحدة بتعاني أنها عاجزة عن التنسيق فما بالنا إحنا بقى في بعض الأماكن دي بتبقى عندها تنسيق صعب جدا وخلي بالك التنسيق مش صورة برضه لأن التنسيق رضا نفس زي ما نحن في الأول ونفس وما زكاة اللي انت بتتكلم عنها بقى أخي هو حظ النفس دي بتاعت الصورة وبتاعت اللوجو وبتاعت الحاجات دي كلها أي مشكلة ما أول مرة احنا عملنا تنسيقها في 2006 في جنوب لبنان لما حصل اللي هو الايه الاجتياح في جنوب لبنان عملنا صندوق لكل المؤسسات وكل الشعارات اللي دفع 10,000 ودفع 100,000 كان الشعار بتاعه على الصندوق بس صاحب ال 10,000 خد الحصة بتاعت 10,000 وصاحب 100,000 خد الحصة على 100,000 معنا كبرنا صغير وكبرنا كبير والشراكة معناها ان انا بكبر صغير عشان يبقى جنبي كبير ما خليش هو مستكبر على طول وحاجة خطيرة جدا في الشغل بتاعنا اللي هي المشاريع التي تسقط من الهواء ها دون تخطيط جيلك متبرع مثلا متبرع معاه مثلا
نص مليون ريال اعمل لي كذا. المشروع ده له في ميزانيتك ولا في خطتك ولا في استراتيجيتك، ولما تروح للبلد المحتاجه ولا هم عايزينه، بس انا عايز اخد النص مليون ريال دول. انا وظيفتي بقى ان اروح المتبرع ده ايه، اقول له ايه رايك نعمل كذا وكذا وبنهجه، واللي يروح له يكون راجل من المسؤولين الكبار اللي هو الوطنيين. ما ينفعش يروح لهذه البنا وهو في قطر، هذه البنا مش قطري. فلا بد جزء من وظيفه الرئيس او رئيس مجلس الاداره انه يروح للمسؤول ده المتبرع الكبير ده، قول له يا شيخ حاج فلان، يا شيخ فلان جزاكم الله خير، طول عمر انت مش قطري، ده ايه يا طويل عمر، يا طويل عمر حد يقول لي يرد عليا طول عمر، ويقعد معايا يشرب شاي وكذا 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 ويغيره فكره وقال له خلاص مفيش مشكله وديه حته ثانيه. ان انا يعني المانع ده لابد ان اعيد زي ما احنا قلنا تعلم، ان انا اعلم المانع، ان انا اعلم المانع انا بعمل ايه، بحيث انا واثق فيه هيجي لي بدل ما ادالك الف هيدالك ب او ج اول. والحمد لله في المجالس والديوانيات ومنطقه الخليج بتسمح للتواجد ما بين المسؤولين واصحاب الاموال، فدي مهمه جدا جدا الشراكه والتنسيق، ومش كل واحد يقدر يعمل شراكه وتنسيق. ها هي تبقى مسيره، نبدا بالصغير او نبدا مثلا بمشروع او فكره تكلف نص مليون ريال من خمس ست جمعيات، مبلغ تافه، بس لو رجعنا فيها هنقدر نعمل لاكبر والاكبر 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 بس خلينا نبدأ. في اخ هنا الميكروفون فين؟ وبعدين هنرجع ورا عشان الجزيره موجوده، دي الجزيره بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخوك ماجد يوسف خيرية، مواليد مصحة تربية خيرية، أشكرك لي أتمنى معك إخوة في أكيد الخيرية، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله بقات قادمة أن تكون معنا. حضرتك تفضل جزاك الله خير، تبين عدة نقاط رئيسية منها نجاح المؤسسة واصطفاء الله عز وجل معايير اختيار العمل، ثم انتقلت إلى الشراكة وأخذت به جزاك الله خير. هذا كله ما زلنا نتكلم بجديات الآن. أنت من خلال رؤيتك وعلمك واطلاعك القديم في العمل الخيري، أما أن الأوان أن ننقل التجربة الأوروبية في العمل الخيري في مسمى الشركات اللاربحية، خاصة أنه حوالي قبل 10 سنوات كان في بحث مقدم أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تملك الشركات اللاربحية فيها تزيد عن 14 تريليون دولار. ونحن عندنا هذه الصورة مقلوبة للوقف مثلاً أو بشديد. فياريت لو تحدثنا عن التجربة الأوروبية وكيف ممكن نحن كجمعيات التجربة الأوروبية في إيه؟ في العمل الخيري. العمل الخيري صحيح. وفي تطوير العمل الخيري. حاضر. واستدامة. حاضر. جزاك الله خير. أنا بس هديك مثل في الأوقاف، هنتكلم عن الأوقاف صح؟ ده يعتبر جزء من جزء اساسي من استدامة العمل الجماعي. ده بقى بضرب المثل ده، جامعة هارفارد عندها 34 مليار قيمة الوقف بتاع 34 مليار دولار. خلاص؟ عشان جامعة أكسفورد أو كامبريدج 5 و4 و6 مليار جنيه استرليني. دي جامعة. واخد بالك؟ حجم العمل الإنساني في بريطانيا 68 مليار. جنس تبريد تضربه في كام بقى؟ 4 ولا 5 قدر زي ما انت عايز. في امريكا اكبر. في اسرائيل عندهم عدد المؤسسات اللي موجوده هناك في بريطانيا 170,000. مشان كده. ده غير الجمعيات غير الربحيه. تاريخ تنظيم العمل الانساني في بريطانيا يرجع لاكثر من 150 سنه كمؤسسه تنظم العمل مش كمبادره. فكل التراكمات دي كلها بنت قطاع انساني قوي من اقوى القطاعات اللي موجوده في بريطانيا وبعدين اوروبا الى اخره الى اخره. حركه الصليب الاحمر الدولي بدات من 1864 او 65. من اوائل الجمعيات الهلال الاحمر اللي نشات كانت اللي هم التركي. كان في نهايه القرن الايه؟ ال 19. الهلال الاحمر المصري كان في اوائل القرن
العشرين أرض 120 تقريبا على حالة ده. فهم بدأوا من زمان وبدأوا يقتلوا لازم أما بيختاروا أي موظف في إعلان وظيفة وفي انترفيو وفي اختيار الأصلح وفي كل الحاجات دي كلها بيختاروا الايه الأصلح. لما بيختاروا عضو في مجلس الأمناء أو مجلس إدارة بالإعلان، فإحنا عايزين عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الاقتصاد، يكون متخصص في الإعلام، يكون متخصص إيه في المالية، يكون متخصص في المجال القانوني، يكون متخصص في العمل التنموي، يكون متخصص في كذا، مش أي واحد كده تعالى فلان وفلان وفلان بيجي مجلس إدارة. بقى في دورية لتغيير مجالس الإدارات، مفيش حاجة للأبد. فكل الحاجات دي بتخليك أنت بتمشي مسيرة العمل الإنساني يصبح بعد كده هو جزء من منظومة المجتمع اللي بتساعد الدولة. واللي الدولة بتدافع عنه فيما بعد، واخد بالك؟ فأنا مش عايز أقارن بيننا وبين الآخرين اللي بدأوا قبلنا 100 سنة، لكن عايز أقول زي ما بنقول نتعلم من الآخرين، اللي إحنا نبطل الشخصنة في التعيين والاختيار، ونبطل العشوائية في اتخاذ القرار، ونبتدي منهج العمل بتاعنا. ها؟ ولا والانفعال الزيادة عن اللزوم بيكون مضر أكثر ما يكون مفيد. أخونا في أخي نو وبان أنت بقى تخلي بالك من رفع إيده بقى مش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول أشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. أنا يا شيخ سايس صراحة متعلق بالتحدي اللي هو الحيادية يعني لو كان مثلا مؤسسة أي مؤسسة سين مثلا من المؤسسات هي عملها الأساسي أو المحور الأساسي عمل الدعوة إلى الله عز وجل، مؤسسة مبتدية للدعوة إلى الله عز وجل سواء كان غير مسلمين أو مسلمين وكذا، فكيف تحقق الحيادية يعني؟ هذا الأساس حتى تخلو الناس حتى يكونوا لكن كم الآية بعد؟ حتى يكونوا مؤمنين. طيب خلاص أنا الآن لست فقير بس أنا بتكلم على المجتمع. أنا دخلت مثلا في جنوب السودان أديك المثل لما أنت يعني أنت من جنوب السودان مش كده؟ أنا لما رحت جنوب السودان في 2003 كان أملي أن أعترف جنوب السودان عمل إنساني وهذا كشخص يعني، فالحمد لله لما قابلناهم في نباشا يعني سمحوا لنا بالعمل. قلنا إيه المشروع اللي نشتغل فيه وما يزعجش التركيبة المجتمعية في جنوب السودان يقولوا إحنا جايين إيه نعمل دعوة ونغير لهم دينهم، عشان في جزء منهم مسيحي في جزء تاني إيه ما عندوش دين يعني. فاشتغلنا في ايه؟ حد يقول لي طب ها من تاني ها مشاهد تنموية ها ايه تعليم ها الإغاثة ها حاجة تانية تأهيل القدرات. طيب انا هقول لك الطب في دعوة، تأهيل القدرات في دعوة، التعليم في دعوة، نخاع ربنا. اشتغلنا في المية، فراحوا بعض الجمعيات الاخرى بحكومه جنوب السودان اللي عارفانا قال لهم دول عاملين زي ما يكون ايه بيسمنوكم عشان قالوا شوفوا احنا عارفينهم انت اصلا ملفك مفتوح على الحكومه بتاع جنوب السودان قبل الاستفتاء. فاشتغلنا في الموضوع ده على وجبنا حفاره كان فلوس ساعتها كان في فلوس لنا عندكم لا انتوا لسه ما طلعتوش في قطر هنا خدناها وكانت اشترينا بيها الحفاره من جمعيه قطر او حاجه زي كده واشترينا الحفاره دي وحفرنا الميه. اتفقنا مع الوالي اللي هو طبعا ما كانش مسلم ففي اسم وراه، ولما انا قابلته في 2006 او 2007 كان بيشكرنا على ايه ان احنا حلينا مشكله الميه في المنطقه دي 25 او 30% مشكله الميه. كان هم بقى اللي بيدافعوا عن انا قابلت واحد من المسؤولين الكبار في جنوب السودان في سيرك في ليبيا في مؤتمر قاعدة فور في 2006 تقريبا او حاجه زي كده. فلما دخل وكان ايه اما شافني وكان الامريكان قاعدين وكذا 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 اما زعق تعرف على السودانيين كده بيقول اه هادي بالحضن ايه طبعا. وانا قدامهم كلهم وده ما زالت شهاده نعتز بيها كلنا المؤسسة الإنسانية الوحيدة اللي تعمل عندنا في جنوب السودان هو مسيحي واحنا ايه اسمنا
لغاية الإسلام. انت قلت هشتغل في الدعوة، اشتغل في الدعوة. عشان كده بقول لك ايه، خلي رسالتك الدعوية. انت قلت بس هشتغل في التعليم، اشتغل في التعليم. قول التعليم بتاع ايه؟ هل هو تعليم ديني؟ هل هو تعليم مهني؟ هل هو تعليم اي نوع من انواع التعليم؟ الناس اللي يجيلوا لك بيقول لك انت بتقول شيء وبتعمل شيء تاني، او بتلبس ده ده، واخد بال حضرتك؟ طبعا احنا كلنا هجمنا في التسعينات بعد التفجيرات بتاعه فرنسا اللي كان في القدرات الاقتصاديه والحاجات دي كلها، ان دول بيعملوا كذا وكذا 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 وكذا. فالتخصص في الشيء بيجعل انا ما عندي مشكله انك تقول انا مؤسسه ببني مساجد، بوقع قران، بعمل دعاء، خلاص كل الناس عارفه. واخد بال حضرتك؟ هما بقى بيحصل الرادار بتاعهم بيتلخبط ازاي لما تقول له المؤسسه. هو انا عندي كلمه الدين تختلف عن العمل الانساني. هكذا الغرب يراها. العمل الديني ها هما بيهربوا كده. يعني خلي يكون احنا في فقهنا ان الجزء من العمل الديني هو العمل الانساني. بس مش ده فكر الايه؟ الناس اللي اضطروا للعمل الانساني. الا ان تدخل انت في المجتمع الدولي تتغير الفكر ده، تضع فكر جديد الى اخره. حتى في الدول عندنا، في الدول كتير جدا من الدول اللي احنا عايشين فيها عايزه تفصل الدنيا عن بعض. فده دول متطوعين وبيستفيدوا بالفلوس دي عشان يعملوا كذا. واخد بالك؟ فدي حته حساسه لابد فيها تخصص. في حد ثاني؟ الاخ اللي معانا التليفون الميكروفون. السؤال هو في نفس موضوع الحيادية فيما يتعلق بالصراع الحالي في الأمة، الصراع اللي هو بين الصراع الشيعي السني في المنطقة عامة، طائفي يعني، الصراع الطائفي. والعمل الخيري عندنا هنا كمؤسسة خيرية في العيد الخيرية مثلا، في الغالب كثير من المتبرعين إذا عرف إنه تبرعاتهم ممكن تمشي للجانب الآخر هي دي إشكالية، قد يحجم عن التبرع، وقد يكون التبرعات مشهورة، وإلا تكون السمة العامة للعمل إنها مخصصة تجاه هو طائفه معينه. فكيف تتحقق الحياديه في الوضع؟ هو طبعا سؤال صعب جدا، لان هو سؤال امني استخباراتي طائفي، يعني كل حاجه فيه. وده بي 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 بيرجع الى كيف الجمعيه بتثقف متبرعين. في متبرع يقول لك انا ما عنديش مشكله طالما دول محتاجين في منطقة دي ومنطقة دي يديهم. كنت تقول لك لا، فانت حاول توصل ما بين المتبرع اللي بيسمح والمتبرع اللي بيفصل. واخد بالك؟ علشان لا ترى ان انت فقط بتعمل، يعني مثلا لما احنا رحنا جنوب السودان استشرنا في الحكومه بتاعت شمال السودان. انا قعدت مع الدكتور مصطفى وقلت له، قال لي اخواننا وكل حاجه وبلد واحده وروح. فحكايه التواصل ما بين الجهتين دول ايضا عليك انت مجهود. تقعد مع المتبرعين بتوعك هتلاقي مش كل المتبرعين بيقول لك لا ادي بس الحته دي واحده. هتلاقي واحد متبرع يقول لك ما فيش ال 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 النوايا الصغيره دي. لما انت تعمل بقى مشروع صغير في منطقه ما بتعمل جزء من التوازن مش كل التوازن. يعني تلاقي ان ليه كتير جدا مؤسسات غير مسلمه اللي شغاله في سوريا بتحاول انها تشتغل في الجهه دي والجهه دي مع بعض، او الجهه دي في العراق والجهه دي مع بعض. واخد بالك؟ لان هو مجتمعهم في اوروبا وامريكا اللي هو مش مسلم ما عندوش مشكله اللي عندك انت دي كلها. فانت مش هتقدر تحل مشكله. لكن في بعض المتبرعين قد يسمحوا لك انك تعمل هنا، واخد بالك؟ عشان يكون لك رساله، وتعمل هناك عشان يكون لك رساله. ودي صعبه مش سهله. الامر صعب مش سهل، لان في بعض الناس من رجال الدين خلطوا الدين بالسياسه. وده اللي افسد الدنيا كلها. الدين شيء، دين اعلى من السياسه. يعني لان السياسه كل يوم متغيره، انت مش عايز الدين ينزل للمستوى الادنى. ها فكل يوم السياسه تغير الراي الفقهي وتغير كذا وكذا 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 كده. فهؤلاء الناس اللي هم خلطوا الدين بالسياسه هم اللي وقعونا في المشكله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. فاعتقد لو انت بذلت مجهود اكبر مع بعض المتبرعين هتلاقي بعضهم يقول لك انا ما عنديش، الكل طبعا. بس الحته الصغيره دي كلها بقولك هتلاقي في بعض الناس ممكن يقول لك ايه انا ما عنديش مشكله، في ناس متضررين في مكان ما اديهم، يعني بيسيبها مفتوحه ليه. وده بيجعل المؤسسه تكون هي
لازم تبذل مجهود اكثر في التعرف على هؤلاء الناس. تفضل في اخونا هنا واخونا هنا. اسمح لي بس سؤال. بالنسبه لتغيير الذهن، الصوره الذهنيه لعمل الخير، تغيير الصوره الذهنيه، تغيير الصوره الذهنيه لعمل الانساني. اقول بالنسبه لتغيير الصوره الذهنيه لعمل الانساني، بحيث انه يكون يعني تحول من النمط المعروف الى النمط اللي بحيث يكون افضل اجود، كيف ممكن يحصل هذه الخطوات يعني؟ طب كيف نغير الصوره النمطيه دي في العمل الانساني؟ لو انت جيت خدت كل المشاريع اللي بنعملها احنا في منطقه ما، هتلاقيها ما بين المساجد والابار والايتام ورمضان والاضاحي والشرطه المدرسيه الايتامية والكوارث. خلاص؟ احنا عايزين نغير دي في كذا اليه تغيير. البحث، هل البحث عندنا موجود كاداره قويه ليها ميزانيه سنويه؟ نمره واحد. نمره اثنين، المناصره اللي هو الحرب او اللي هو الادفوكسي، هل احنا عندنا ادارات متخصصه في المناصره، مناصره اللي هو الضعفاء الادفوكسي بنسميها بالليل، ودي ميه ولا يحطوا على طعم مسكين. كلمه الحب دي عندنا في 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 الدين من 1400 سنه واكثر، صح؟ على الذي يكذب الدين، مين هو؟ الذي لا يحب، الذي لا يشيع حاجه المسكين. نمره اثنين. نمره ثلاثه، دور الشباب في إدارة الجمعيات، لما دائما بيكونوا عنصر من عناصر التغيير. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، دور النساء في العمل الاجتماعي. أغلب النازحين واللاجئين 60-70% منهم أو 80% منهم أطفال ونساء، وإحنا ما عندناش كفاءات نسائية تستطيع أنها تعمل مع هؤلاء الأطفال والنساء. هي مثلا أضرب المثل لما رحنا مندرة في شمال أفريقيا، شمال مانديرا في شمال كينيا، كنا كلنا لحنا كان زي كده بكبر، والارض كانت حمراء فالتراب على اللحيه ايه احمر. فلما قعدنا مع الاطفال كانوا بيعيطوا، ايه دول اللي شكلهم بيخض كده كده. الرحله اللي بعد كده خدنا معانا ثلاث اخوات عشان يقعدوا ايه يكونوا في كل حته قاعدين مع بعضهم. لما دخلوا مع النساء والاطفال كان الاستقبال غير عادي. الطفل بيلعب على حجرها وبيكلمها وهي بتكذا وكذا وكذا، فليها دور. فده برضك عشان تغير، لان حاجه في النساء مش هتيجي تتكلم معاك، هتتكسف تتكلم معاك. وده بدا من قضيه افغانستان، فكان النساء بيرفضوا انهم حد يكشف عليهم ايه من الرجال. فين المراه الطبيبه المسلمه اللي تعمل هناك؟ انت ما عندكش، فمين اللي بتعمل معاهم؟ طبيبه غير مسلمه موجوده هناك، خلاص لازم تستعمل الخدمات بتاعتها. فحد لابد ان نؤهل هؤلاء الشباب والنساء، ولازم يكون في الفقه بتاعنا كيف نجعل للمرأة سفر في مثل هذه المناطق فقهية. مش حاطط فيها طبعا، سأل المشايخ بتوعنا وقال احنا عايزين نبعث وكذا كذا كذا كذا، فكيف يكونوا يستوعبهم في العمل مع النساء السوريات؟ اتغيرت ثقافتهم في الاربع سنين اللي فاتوا، لما كانوا من اكثر الناس محافظين. واحدة قاعدة في خيبر دلوقتي، فاصبح اللي هو بعض الحرك الشرعي اللي كانوا بياخدوه هم موجودين في بلادهم اتغير دلوقتي، لان الحاجه قهرتهم. فكل الحاجات دي بتحتاج اننا ايه؟ ندرب الفتيات والشباب يكونوا معانا في الجمعيات. نمره اربعه او نمره خمسه، الاعلام بتاعنا. زي ما انا قلت قبل كده، الصوره اللي انت بتحطها في المجله هي الناس، انت تضع في المجله ما تريد ان يفهمه الاخرين عنك انت. المشكلة اللي احنا بنضع في المجلة اللي احنا بنحبه، اللي احنا بنحبه ده ممكن يقول اخر يقول لك لا ده يا عم ده متطرف، لا يا عم ده كذا، دي كذا دي كذا دي كذا. فاللي انت يعني الصورة بتاعتك على الفيسبوك او على اليوتيوب او على ايه تاني يا ربي الويب سايت بتاعتك بيراها ملايين، واي حد بيراها. ها؟ فايه معايير وضع الصورة اللي اخونا معايير في الاول؟ انا بشوف الصوره اللي انا شايفها بمخي انا مش بمخك انت. وده برضك مهنيه الاعلام بتاعنا، وكيف نعرض القضيه الانسانيه من منسوب من منسوب انساني مش منسوب عاطفي.
كل الحاجات دي كلها بتؤدي الى تغيير اجتماعك مع الناس دول. انا يعني فاكر في السنه لما احنا كنا بنقول لبعض الشباب احنا ايه بنروح ونقعد في الاجتماعات بعد التنصير دي، كانوا بيقولوا انت دول مش عارف ايه وستات ورجاله وبيشربوا خمره وبيعملوا. طب انا قاعد في اجتماع لمده ساعه مش هقدر احكم على كل امراه موجوده انها تتحكم، هقدر؟ ها؟ انا مش مستمع. مضطر ان انا احضر الاجتماع ده لان القرار بيحصل في الاجتماع ده فما بحضروش. فقضيه افغانستان والبوسنه ما كانش اغلب الجمعيات العربيه بتحضرها. التواصل مع الدوله نفسها، انا بدي المثل ده في الشيشان، يمكن ما اعرفش كنت لسه ايام الشيشان كانت لسه جمعيه عيد او بعض الجمعيات ما كانتش فاتحه. مين اللي اغلب الجمعيات المسلمه هناك؟ رئيس الجمهوريه اللي مات اللي هو قادروف، لان حصل في فجوه كبيره. بعض الشباب كان يعني ايه واخدينهم الحميه كان بينزلوا ينفذوا من غير ما حتى يعدوا على رئيس الجمهوريه او سلامات يا كده او حاجه من دي. واخد بالك؟ وعملوا معاهد شرعيه لا يستحملها المجتمع. كان لسه المجتمع يا دوبك بيقول ما بيصلوش. ما بيصلوش. وانت عملت لهم حاجات القضاه يخرجوا على 3 اشهر او 6 اشهر الاخر. وهناك هم صوفيين وبعض الناس مش صوفيين. فاللي حصل ان رئيس المشيخه الاسلاميه اللي هو بعد كده اصبح رئيس الجمهوريه وقدروه في الارض مش خدوه في تاني. راح لناس خدوه قال خلاص يعني مش عايزين الجمعيات الموجوده دي. وللاسف قبل الحرب بتاعت التنصير خرجت اغلب الجمعيات في 24 ساعه وده معروف. وفي بعض الجمعيات تعرف ماذا حدث في هذا الوقت. انا لما بروح مع منطقه معينه يعني احنا اتعلمناه ايه يا اخي الفاضل؟ كنا بنجيب كنا بنحاول نجيب 8 جاموسه، ما عرفتش جاموسه يعني 8 بقر علشان نودي الخمس ست بقرات دول. كنا بنجيب الوزير عزك الله، انت الوزير طبعا، انا بتاع البقر، ناخد الوزير كده نقول تعالى تسلم البقر ده للاهالي. يبقى مين صاحب البلد؟ مش انا، لان احنا كنا بنبعت شباب غير مدرب. العمل المجتمعي الوزراء هناك في الوقت ده ما كانوش عندهم مرتبات من الحكومه الروسيه، كانوا عايشين في بيوت اهاليهم في جروزني ها عشان ما عندهمش فلوس يجيبوا شقه او اوضه او ياكلوا حتى. فلابد انت تعرف تبعت الايه ابعت حكيم ايه ولا ايه؟ ارسل حكيم ارسل حكيم ارسل حكيم وانا توصيه. انا كنت برسل الشباب وشباب كويسين وكل حاجه بس لازم اهلهم. لما نروح بحاجه كده في الوزير في العمده يعني مثلا في قضيه دارفور في السودان السلطان واحد مش لابس جزمه حتى او لابس شبشب بصباع كده من غير ما تعدي عليه المجتمع مش هتشتغل. بتقول ايه الراجل ده وبتاع ده؟ هو ده اللي ايه؟ بيقول لهم اشتغلوا؟ قال لا غلطان. بيجتمعوا تحت الشجره ايش؟ مفيش مكتب بس هو الشجره دي البرلمان بتاعهم. ده شجره عمرها 100 سنه. فلابد ان اعرف ثقافه المجتمع عشان اغير نمط. واخد بالك؟ فالتغيير النمط هي وسيله كبيره جدا بتكون في فكره الجمعيه اللي هي تجنبها جزاكم الله خير في الشراكه. كيف نبني الشراكات؟ انا بترجم حاجات من اللي انتم كاتبينها في الايه؟ في الرساله بتاعتكم. اخونا هنا؟ عينيا انا حازم على قوي. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اخوكم حامد الادريسي. ادريسي مره ادرس يعني؟ نعم. انا مدير المشاريع في مؤسسه الصناديق الانسانيه التابعه لمنظمه التعاون الاسلامي. بسم الله ما شاء الله. اول شيء اشكر عليكم به عندهم المال. هجوم عليه. كتفوه. احبسوه. اول شيء اشكر المؤسسه الشهيده كرائد في هذا المجال، ونشكر الدكتور هاني البنا على المعلومات القيمه ان كان فاتني جزء من المحاضره، لكن موضوع الشراكه لما تكلمت عليه والذي اصبح في مجال العمل الانساني من الفرائض، ممكن ان اقول ان هذا بالنسبه لنا فعلا يعني مسار استراتيجي، والاخوه اللي عملنا معهم يدركون اهتمام الصناديق بتاسيس هذه الشراكات و العمل على تحليلها من فكرة إلى مشروع واقعي وإلى ثقافة عامة في المجتمع الإنساني.
يعني في قطر وفي بلدها. وكانت لنا مبادرات كثيرة من أجل تحويل هذا الفكر إلى مشاريع، منها مبادرة المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة، وأيضا عملنا مع شركائنا هنا في قطر في مجموعة من المبادرات، بعضها كانت ناجحة وبعضها كانت يعني محبطة إلى حد ما، لكن نحن بالنسبة لنا هذه القضية. فلذلك مثلا كنا حتى في المشاريع الصغيرة كالأضاحي أو كذا نحرص على أننا ما ندخل المشروع وحدنا، حتى لو نجيب الشريك بمبلغ بسيط مجرد أن نحيي هذه الروح في الجمعية. فعلا وجدنا أن هناك ثقافة قديمة مبنية على فكرة المنافسة، ويجب أن يقتنع الجميع بأن هذه الفكرة أصبحت غير مثمرة في المجال، في مجال العمل الإنساني العالمي. لذلك أريد أن أقترح في هذا المجلس المبارك أن نحول فكرة الشراكة إلى خطة استراتيجية لدى الجمعيات، ويؤخذ نوع من التعهد على الجمعيات أو نوع من التعهد الأخلاقي أنها تبدأ تضع استراتيجيتها، أن مثلا في هذه السنة أعمل 20% من مشاريعي لابد أن تكون بشراكة حتى نبدأ نبني هذه الثقافة في الوسط العام، لأنها يجب أن تبدأ أولا من القيادات، وإذا اقتنع بها القيادات سنجد سد آخر أو مشكلة أخرى لدى الصف الثاني، لكن إذا اقتنع بها القيادات ستنتقل شيئا أو شيئا حتى تشبه ثقافة عامة. أشكركم. جزاكم الله خير. أخونا هناك. هل في أخوات هنا؟ طيب. إدي فرصة للأخوات بقى. بس صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة الدكتور هادي من خلال تجربته في العمل الميداني العميق في هذا المجال. تمام؟ ده أول سؤال. اللي هو إيه؟ نصيحة نصيحة من الدكتور هادي. نصيحة. طيب. في سؤال تاني معلش. العوامل اللي تستطيع من خلالها أي مؤسسة خيرية واجهت تحديات سواء كانت داخلية أو خارجية. طيب. النصيحة إن زي ما قلت في الأول. انت تعرف ان احنا اجراء لدى الفقراء في قاعده، كلما نظرت يعني مثلا كلما نظرت في سوره الفقير اعرف ان بعد فضل الله سبحانه وتعالى علي هو الفضل الفقير ده اللي ربنا اختارني من اجله. دي نمره واحده، كل ما لازق كده عندك وانت في البيت وانت في الشارع، زي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اتاه جبريل عليه السلام راح للسيده خديجه، لا انتهى عصر النوم يا خديجة، خلاص انا كلفت وانت مكلف برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في احياء هذه القلوب وبناء هذه المنظومة. النقطة الثانية كانت ايه؟ العمل استطاع من خلالها ايه مؤسسة خيرية؟ هي في طبعا اهم شيء ما يقول الكلام ده كله ان انت بتبني هيكل المؤسسة تدريجيا. وبعدين اهم حاجه في الاداره العليا انها تفعل العاملين، مش عمر الفلوس ما بتفعل ما بتحمس العاملين. ممكن تديه مرتب، كان مرتبات عندكم هنا في الشهر انا اخد 100,000 ولا 50,000 ولا كذا، اي حاجه وتعاملني معامله وحشه عمري ما هنتج. لكن لو ايه عاملتني معامله كويسه هديك كل شيء ان شاء الله اكون باخد منك الفتات. فبتقد ايه التعامل مع الناس. فلذلك انما بعثته لتتمم مكارم الاخلاق، دي فريضه عليك انت كمان لما تروح الحقل اللي هناك، ما تروحش لابس لي الهدوم بتاعت الحفلات والجواز ده وتعمل فجوه بينك وبين الفقير اللي هناك، بتجرحه. تجرحه ليه؟ الجزمه اللي بتتكلمها، التليفون اللي في ايدك، النظاره اللي انت لابسها، اللي كذا، ده بيجرح الفقير اللي هناك، اللي هو اصلا بيقول دي فلوسي وده الخادم بتاعي وزي هو عايش كده وانا مش عايش كده. فهي عمليه اخلاقيه من الف الى الياء. حتى لو حطينا 100 هيكل وكان انا خلقي غير كريم كمدير هدمرك. دي شغله تجيب 1,000,000 ريال في السنه، في الشهر او في السنه. هتبقى مضطر تاخدها تقول يا رب امشي ها واخد نص المبلغ ده او ربعه بس اشتغل في حته بيحترموني فيها. طب الاخ في اخ ورا هنا؟ اتفضل.
في سؤال من احدى الاخوات، كيف نجعل العمل الخيري بين قوسين الصدقات عموما منهاج حياه ليست مواسم او في الاغاثات، كيف نوصل هذا الفكر لعامه الناس؟ طيب يبقى جزاك الله الاخ تتكلم على استدامه عمل خير. زمان رفض المسألة الأوقاف، الأوقاف اللي احنا بنتكلم عنها دي بتخلي العمل يكون ثابت. فأنت ممكن احنا نعلم المتبرع ان انا مع كل ريال هلا بعد كده ما اخد ها اقل من هلا هلا سوري مش هلا ريال بعد الدرهم مين؟ قبل ما نعمل حملة الوقف الوحدة، فهتلاقي لو انت بتجمع بلك 100 مليون ريال طلع منهم 3 دراهم من كل ريال بلك. شوف طلع لك مبلغ ازاي. في واحد بيقول لك لا طب انا هديك 3 دراهم يدخل اوتوماتيك، لكن في نفس الوقت انا هديك المبلغ ده. ونعمل ادارة الاوقاف تكون ادارة محترفة، بمعنى الوقف جزء منه شيء استثماري، محافظة على العقارات والدخول في أشياء وشراء الأراضي أو كذا وكذا وكذا، مش أي واحد يكون يحط وقف نفس المعايير، لأنه هيمسك إيه؟ بعد أديك أنا مثلا في الإغاثة عملنا شركة الملابس القديمة، اللي كان بيجيب لك كمية ملابس غير عادية، فالشركة دي كانت بتجمع الملابس القديمة ونحطها عشان نفرزها ونبيعها. دي بالبالغ الشركة دي بس كان في الأول ما كانتش مستقلة تحت الإغاثة كده، فكانت بتخسر مش عارفين بتعمل ايه، ففصلناها إدارتها لوحدها عن إدارة الإغاثة. أول كام سنة كانت احنا كنا هنقفلها عشان ما نجيبش أرباح، فجه المدير بتاعها بيقول لي احنا هنقفلها، قلت له ليه؟ قال لي ما نجيبش أرباح. قلت له هي موظفة كام واحد؟ قال لي 50 واحد، يعني 50 عيلة. قلت له هو ده الربح بتاعنا، انت مش مؤسسة تجارية، انت مالك 50 بيت، في كل بيت في 4 أو 5 أطفال، كل طفل بيقول انا بابا رايح اما ايه الشغل النهاردة، فعنده كرامة نابوه بيشتغل. فلو ما دخلناش اصبح الاسف الاخر يعني مفيش ربح مادي، فانت عندك ربح معناه للمجتمع. حاليا الشركة دي بتكسب صف الاربعة بتاعها 700,000 بنسبة دينية في السنة، موظفة 120 او 140 موظف، يعني 140 بيت مفتوح زي بيخش لك منها ايه؟ فلما فصلت الادارتين عن بعض، لما تجيب الاوقاف يا اختي الفاضله يبقى تجيب ناس متخصصين في العمل، ها؟ سواء كان استثماري او اقتصادي، مش بس اي حد يخش فيه. اللي احنا بنشوفه بتتجمع اموال كثيره جدا اوقاف وتدار بطريقه ايه؟ غير جيده. يقول لك اصلا واحد في المالي اعمل اصول دي لما يكون فيها ناس ايه يعني زي ما احنا قلنا ايه خبراء في العمل ده ينموا العمل ده بالنسبه لنا بالظبط، زي هارفرد استطاعت يبقى الوفيه بتاعتها او الوفيه بتاعتها 34 مليار. اديكم سؤال، لو هارفرد حابب تعمل فيلم سينمائي دلوقتي والفيلم ده كلف 300 مليون دولار خلاص؟ وهوليوود جنبها صح؟ عشان تعمل ثقافه معينه هتنجح ولا مش هتنجح؟ عندنا عندك امكانيات 300 مليون دولار بالنسبه ل 434 مليار ايه؟ ولا شيء. شفت بقى كيف انت الوقف بيثبت عندك القيم بتاعتك المجتمعيه، بيثبت عندك تفعيل المجتمعات، تربيه الشباب الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. فده بتبقى مسيره. لو احنا قلنا لكل متبرع انا هاخد منك دينارين، درهمين ولا لا؟ درهم ها؟ ريالين؟ لا تحت الريال ايه؟ درهمين ثلاثة من كل ريال. فشوف في اخر كل سنه هيكون عندك ايه؟ كم مليون ريال للوقف بس. تفضل. في اخ هنا؟ في اخ هنا؟ دكتور عفوا، في بعض المتبرعين دائما يتواصل بالشبه هذه، لماذا المؤسسه او الجمعيه الخيريه ايا كان في قطر تاخذ نسبه؟ ليش ما المبلغ كامل؟ مسؤول الخيريه؟ نعم. ليش المبلغ يروح كامل للمسجد او ابشر 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 دي مش بتتكلم فلوس؟ ها؟ عشان نوديها لأفغانستان حطير في الهواء وتنط في بق الفقير وتقول له كلني اعمل معروف
بالك عشان انا جاي لك من هوا ينفع؟ ما بشيل خروف وعايز اذبحه، فالفلوس تخرج من جيبنا وما تخش على البنك، البنك باخد مصاريف ادائيه وتقوم خارجه من البنك من جيبنا. بص في فلوس معايا، بص نطت الفلوس من جيبي طارت في الهواء لسوء الخرفان في دكة بنجلاديش، قالت الخروف انا هشتريك. اشتريت الخروف والخروف عارف ومشي لغاية ما راح للبيت، ذبح نفسه وسلخ نفسه وسلخ نفسه وشوى نفسه وعمل جوبة، ودخل جوبة فين؟ في بطن الايه؟ الاطفال. ينفع؟ مفيش شيء في الدنيا من غير مصاريف تجارية. واقول لك بس عشان الاخوة يعرفوا، فكانوا تجار اقول لك مفيش اي عمل دولي يقل عن 15%. عشان نمشي يقل عن 15%. عندك مكتب مدني، مكتب رئيسي وكذا 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 وكذا، عشان نكون صادقين مع انفسنا. لكن هنضحك على بعض، لا، العمل المكان الوحيد في اللي ربنا خلقه وما فيهوش مصيبة تجارية هو فين؟ جنة. بتجي لك الفرخة مشوية صح ولا لا؟ تبقى انت كده عايز فرخة. انت عايز النهارده؟ سمك، وسمك من غير جلده، وسمك من غير شوك. خدت بالك بينط البق؟ ده الحمى كان الوحيد اللي ربنا خلقه. يا خلاص انت بتعب والنصب في الدنيا، فربنا بيريحك لما تتعب. فمن يقول لك غير هذا؟ اقول له خليك انك مش عايز فلوسك، مش عايز فلوسك. عامل بيها ايه؟ ده لازم انا هدفع مرتبات الناس دي منين؟ هفتح المكاتب هناك منين؟ وهكذا هعمل حمله تبرعات منين؟ فلو انا بدات اعلم المتبرع اقول له لا شكرا مش عايز فلوسك، واخد بالك؟ واتفق مع الجمعيات كلها، واخد بالك؟ عشان مفيش واحد ايه يقول لك انا ده بكذا وده بكذا. مثلا الايتام كنا بنتكلم فيها، الايتام ما بتتكلمش المبلغ اللي احنا بنديه لهم بمنتهى الصراحه. ومن عملنا في الميدان بنلاقي ان اليتيم اللي بياخد 30 دولار في الشهر ما بيكفوش، والجمعيه الميدانيه بتكفلوا عند ايه؟ ثلاث اربع جمعيات. واخد بالك؟ فاحنا نكون صادقين، نقول المتبرع اليتيم بياخد 120 130 دولار وهكذا، لكن مش 30 او 20 دولار. نكون صادقين مع المتبرع. انا بدفع في اليتيم في الجنه دي مش ب 20 دولار. طيب في اخ كان حاطط رافع ايده في الخلف، انت بالنسبه لك الوقت انا ما عنديش مشكله. سؤالين دول في محتاج من ورا. انا كتبتها ببلاش من غير مصاريف. انا كتبتها من غير مصاريف بدنيه. دكتور علي اسمح لي، ترى من اكبر المعوقات ضعف الجانب القانوني في ايوه، لان خاصه عدم معرفه الجوانب القانونيه وخاصه الغلط سبقونا في هذا المجال، فينطلقون من منطلق قانوني يحمون به عملهم ومنصبيهم يعني كل المجالات. من خلال خبرتك وخاصة المنظمات البريطانية سباقة في هذا المجال، فلو يعني وانا كنت اتكلمت قبل كده في اخين بقى ندور عشان كل اخر اثنين ناخد ثلاثة مع بعض عشان الوقت بتاعك. انا كل ما فيش مصاريف اداريه انا خلاص فري. ازيك يا ادريسي استاذ الادريسي؟ اتفضل دكتور هاني. هاني انا كنت عايز افوتك انت بقى، انت عارف طالع انت في كل حته. يلا كمل. من خلال صبر حضرتك في سن الدول والقاب الجامعات الخيرية، أكتر عمل بيأثر على أكتر إيه؟ أكتر تحدي بيأثر على مؤسسات خيرية. طيب، شوية قانون أخير بقى. الأخ اللي بتاخد حاجة من غير مصاريف إدارية؟ الأخ اللي ورا ده. أيوه. الجمعيات الخيرية والإنسانية جزء أساسي من كيان المجتمع المدني، وجزء يدل على صحة المجتمعات، وهو السبيل لتثقيف المجتمعات وخصوصا الشباب بضرورة
تلك الجمعيات وأهميتها. طيب. يبقى أول هما ثلاث حاجات بس. القانون والتحدي ودور الجمعيات وتثقيف الشباب. القانون أصبح دلوقتي كلما نمت الجمعية فكريا ورأسيا أصبح لها إدارات قانونية. يعني احنا لما بدأنا من 84 كنا صندوق على الحيطة. صندوق على الحيطة. في 89-90 أصبح هنا غرفة مترين في 3 متر. وفيها تليفون وفيها فاكس. أفاكس. اشتغلنا في مكنة فاكس. كنا فرحانين قوي. كان عندنا كمبيوتر كده قد كده. كنا بنتصور جنب. شوف ده ايه؟ ده كان شكلها ايه؟ دلوقتي اصبح في اداره قانونيه واصبح في موظف محامي فيها، اصبح في اداره جوده داخليه، واصبح في مراجعه ماليه داخليه، واصبح في فاينانس اللي هو الماليه، واصبح في محاسب. في تعديل طور العمل واخد بالك؟ اتكلمنا عن منصه ما كانتش موجوده في 85 و87 89، لكن دلوقتي اصبح لابد يكون لك اداره المنصه كما علاقات دوليه. فكل ده بينمو مع النمو المؤسسة، ان كل شيء بيكلف فلوس. لو مؤسسة ما عندهاش ميزانية تستشير بقانونين اخرين، بس لابد يكون الاستشارة القانونية جزء من المؤسسة. انت اكبر تحدي بالنسبة للجمعيات هي الموارد البشرية. احنا عندنا الكوادر البشرية ضعيفة. ولو وجدناها احنا ملزمين بتأهيلها وتدريبها وتثقيفها. خاصة من الشباب. خد بالك؟ ليه؟ لأن أنا ممكن أجيب إعلان يجيب لي 500 واحد بس مش مؤهل أو مش كفء إلى آخره. لأن بعض الناس خاصة في دول الخليج هنا الدول الغنية ما زالوا يقولون إن عمل خالي يعني مش يعني رخي خير ليش ولا اسمه يعني؟ يعني ما بيدخلش دخل كويس بالنسبة له وما بيجوش مش عايزين يتدربوا فيه. لكن إحدى أكبر عمل تحدي ها؟ إننا إزاي نستثمر في الكوادر البشرية ولما نجيبهم نأهلهم مش نسيبهم من غير برامج تأهيلية. يعني حتى لو جالك واحد كويس سنة 1999 الفكرة هيتغير والمجتمع بيتغير، لازم كل شهر كل سنة يكون ليه ميزانية للتدريب والتأهيل. التحدي التاني أنا ما عنديش أبحاث أبني عليها قراراتي. ده تحدي مهم جدا. الأخيرة بالنسبة لأخونا اللي اتكلم عن إيه؟ الدقيق. المجتمع المدني هو شريك أساسي في بناء أي دولة. وجزء من مؤسسات المجتمع المدني هي المؤسسات الخيرية. وجزء من المؤسسات الخيرية هي المؤسسات الدولية اللي بتعمل في عمل إنساني خارج الحدود الدولية. إحنا في المنطقة العربية قليل جدا عدد المؤسسات الإنسانية الدولية. ممكن تعدي على 7. أو صابع رجلين وإيدين اللي هي فاعلين. فالعمل الإنساني الدولي هو سفير الدولة في العالم اللي بيحمل رسالة الدولة اللي أنا منتمي إليها. العمل المجتمعي الوطني هو الأمين على أمن المجتمع بالإضافة للدولة داخل الدولة، لأنه قد يكون من أوائل الآليات لاكتشاف المشاكل قبل ان تستخدم. انت اشتغل في الحارة، اشتغل في الجبل، اشتغل في القرى، فبتجد المشكلة قبل ما توصل العاصمة. فكلاهما سواء كان عمل انساني دولي او عمل مجتمعي مكمل للدولة والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. هم دول الشركاء الثلاثة. انا ضفت عليهم شيء رابع اللي هو المؤسسات البحثية والمؤسسات الاكاديمية. يصح جزء من المجتمع المؤسسات المجتمع المدني لكن لابد ان نصر عليها لان بدون ارقام مش ممكن نحطها السياسات اللي بتتكلم. نتكلم مثلا كان في مؤتمر القمه الانسانيه اللي حصل في اسطنبول من 6 أشهر تقريبا 5 أشهر ماشيين الحرب على الارهاب وتاثيرها على العمل الخيري الحرب على ومن معليين الصوت خالص وعملنا ورشه عمل هناك علشان حاجه اسمها ديريسك اللي هو تحويل الاموال والقلوب. فهم قالوا لي فين الارقام اللي عندك؟ احنا موافقين معانا بس ادينا ورقه. اما تروح لمؤسسه دوليه مهمه او رئيس جمهوريه او الوزاره
هتقول له كلمتين حلوين هصدقك، بس يقول لكم هات هات برهاناتكم. احنا بقى عشان نلم القرشين بتاع برهاناتكم دي بقى لنا 5 أشهر بنلف مع الناس عشان نجيب المبلغ لبرهاناتكم، عشان نحاول ايه نناقش مع الناس ازاي نعمل ورقه بحثيه. ففكر البحث دي مش موجود عندنا في المؤسسه، ده تحدي كبير بالنسبه لنا لابد نستثمر فيه زي ما حضرتك. والاوقاف اللي انت بتتكلم عنها دي ممكن تكون هي اللي بتثبت العمليه البحثيه والعمليه الاكاديميه. عندنا عقول بسم الله ما شاء الله وخبرات متناهيه، لكن مش قادرين نجمع مثل هذه الافكار. فبالتالي لابد نعلم الشباب من خلال برامج التطوع الرحلات. يعني لما نتكلم احنا ايه، انا عايز اعمل رحله لعشرين او 25 شاب لمده 2-3 أسبوع في النيجر واخد عليها فلوس، اخد عليها فلوس. انا بقى لما اطلع فيها مين؟ اطلع فيها شخص يربي الشباب دول لمده 3 أسابيع. واخد بالك؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انت الرحله دي مش خارج جمعيه تكفلها، لا انا هجيبك انت، لان التطوع مش صوره مع مع يتيم هو بيدي الكيس، لا انا عايز ابني المتطوع ده وانا مش حاضر ابني كل الشباب اللي في البلد ده يكلف بقى نص الاسعار. انا اقول لك كل 14 اعمل لي رحله لمنطقه معينه في مكان معين، عايش الشاب ده معايا مع من عنده الخبره والقيم يعلمه ما هو معنى العمل الانساني ويخليه ينتمي لحاجه الفقير في هذا المكان، ويرجع يزرعه كده. هو بص بالعافيه خش دخله. فبص لابد يمين، لابد يكون فيها الشخص صاحب القضيه عشان تجربناها. بس عشان حاجه دي كربناها في اخر ايام في الدراسه الاسلاميه في 2005 و6 و7 على الحمد لله. ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعد بقى تقول السلام عليكم. هو فقه جديد بقى. واخد بالك؟ فكنا بناخد موظفين بس. اخر رحله كان فيها 17 موظف من امريكا ومن بلجيكا ومن سويسرا ومن فرنسا. لما الموظفين المتوسط عدد الساعات ليهم من 19 ل 20 ساعة في اليوم. من 19 ل 20 ساعة في اليوم. متوسط الإنتاج غير عادي. فتخيل بقى لو أنت صاحب رسالة وصاحب قضية وقعد مع الناس دول وتقول لهم تعالوا روحوا تعاملوا مع الأطفال اللي هم أصبحوا عندهم مرض الإيدز أو حامل الفيروس من أمهم، وأمهم يعني مش مريضة، أو اليتيم اللي ملوش أب وأم. فهتخلي لو أنتوا عندكم من ناحية الفقهية الأخوات هيسافروا نعمل لهم رحلة كذا وفق اللي هو الإيه؟ الضوابط الشرعية. جزاكم الله خير على السعادة. تعبت يعني إيه مع اللغة العربية العظيمة اللي محدش بيفهمها. الضوابط الشرعية دي هترجع هتجمع التبرعات. يعني بس اديكم مثلا، في اول مره رحنا العراق في 96 مين اللي كان بيحكم العراق ساعتها؟ حزب البعث صدام حسين. طبعا الناس ترعوا ازاي وتخش ازاي انت عميل. لما انا رايح لازم اخد تاشيره عشان اخش بيها البلد، لو ما خدتش تاشيره اروح فين؟ اروح في حته ثانيه. زي ذاك راح في مصيبه. جزاكم الله خير. المهم دخلنا، ففي بعض الناس اللي مش عايزين نخش لكن كل الشغل استخبى، ممنوع التقارير، ممنوع الصور، ممنوع اي حاجه، عشان لو حصل حاجه عرفوا هيذبحونا. فكان في السلام. فاحنا لما رحنا ربنا اكرمنا ونزلنا وخدنا تصريح من وزير الاوقاف، الراجل طيب عارف ولا كان عايش ولا ميت رحمه الله عليه. ونزلنا من بغداد بالتصريح نقل لحوم الاضاحي لغايه ما وصلنا البصر. ومن البصره طلعنا لراوه وهيت وعانه حتى هنا وحديثه وموصل الى الهدف. وجوا بعد تصرف في اموالك على التذاكر وتجيب الشباب دول. كان ساعتها الدولار بكام؟ الدولار كان ب 950 دينار. وكان ساعتها مرتب الموظف 4 ولا 5000 دينار.
حساب عندنا بقى $6. حسبوها ما بنتكلم ماديه، ممكن ساعتها راح حصل فيه مشكله يعني، وتنام في فندق رشيد على الارض. طيب خلاص خلصت قالوا اه. طيب عارفين فلان اللي جاي من امريكا ده؟ انا صرفت عليه مش $3، $10,000. يا انضربها في مخه على طول، 10,000 في 1000 يبقى دي 10 مليون. قلت له بس لما هاجي امريكا واعمل عشائين خيريين وثلاثه او اربعه كل عشاء هجيب لي فيهم 50,000 أو 100,000 دولار. قال ايه؟ جمعت 300,000 دولار. قال لي يا معقوله؟ واللي جاي الرد ده هيعمل نفس الموضوع. قال لي لا مش هجيب 10. خد بالك من دول عشان هم بيحملوا هم القضيه ويرجعوا معاك يساعدوك. لان اللي معاهم بيعلمهم ويربيهم وهو معاهم هناك. لما تروح الصومال سواء كان نرجيسه ولا غروي ولا مقديشيو ولا اي حاجه لازم يتحرق قلبك وانت هناك. مش رايح بس وضع كده صوره وبتاع ده و... لا تحرق قلبك. حرقه القلب دي مش هعلقها لك الا صاحب الرساله اللي هيطلع معاك في الرحله دي. المتطوعين اخر سال السؤال في الاخر، انا ما اقدرش اطلع 5,000 متطوع، بس لو كل سنه عملت رحلات ل 50 او 70 متطوع وانا متحكم فيهم وبربيهم وبتعلم من المكتب الميداني بتاعي وبتعلم من المعاناه اللي هناك ده، هيرجع هو متغير. ها؟ يطلع هو بعد كده صاحب الرساله معاه وينشر الرساله للمجتمع بقى. واخد بالك؟ فاهم؟ هي برضك منظومه ازاي نبني شبكه تطوع داخل المؤسسه؟ وايه المعايير على اساس نختار المتطوع؟ ها؟ وهكذا. في الختام نشكر الدكتور هاني البنا رئيس منتدى الإنساني في بريطانيا على هذه المحاضرة القيمة وإتاحة الفرصة للأخوة والأخوات السيدة وسعة صدره ما شاء الله تبارك الرحمن. نقول بالختام جزاك الله خير وبارك الله فيك وما قصرت. شكرا.